نبذة مختصرة عن سيرة الحركة الثقافية في لبنان ومسيرتها. عام 1990 وكنت قد حزت يومها جائزة جنوب والمقاومة عن الشعر على المجموعتين الشعريتين الأوليين الصادرتين لي، جرعة من لهيب الشمس وتجاعيد المسافة. يومها بادر الشاعر والأديب الأستاذ بلال الشارة مع مجموعة من مثقفي الجنوب إلى تكريمي في منزلنا في بلدة دير قنور رأس العين. يوم ذاك ألقيت عدة كلمات، وكانت كلمة الأستاذ بلال شرارة الأكثر ملامسة للواقع الثقافي في لبنان، وأطلق ضمن كلمته يومها الإعلان عن انطلاقة الحركة الثقافية في لبنان. ومن تلك اللحظة شعرنا بمسؤولية كبرى ألقيت على عاتقنا جميعا، واتبعنا أسلوبا غير تقليدي، إذ وضعنا نظاما داخليا ونظاما أساسيا، وبدأنا نجوب معظم بلدات الجنوب والقرى، ونلتقي بالمثقفين والشعراء والأدباء ونتناقش وإياهم حول فكرة انطلاقة الحركة الثقافية في لبنان. وكنا نقابل بكثير من التشجيع. بعد هذه المرحلة تقدمنا بأوراقنا ومستنداتنا للحصول على علم وخبر حسب الأصول القانونية، وقد حصلنا على ذلك خلال فترة قصيرة جدا. وكانت الهيئة التأسيسية مؤلفة من أسماء معروفة ولها حضورها الفاعل على المستوى الثقافي والإبداعي في لبنان والعالم العربي، وصرنا فيما بعد ننتخب هيئة إدارية كل 3 سنوات حسب ما ينص النظام الداخلي. وكنا حريصين جدا على أن يكون أعضاء الهيئة الإدارية ممن لهم سمعة طيبة ثقافيا ووطنيا، وكان من الأسماء التي تعاقبت على الهيئة الإدارية بلال شرارة، غازي قهوجي رحمه الله، حافظ صايغ، منير كسرواني الفنان، الفنان نعي بدوي، الدكتور ديزي سقال، إبراهيم شحرور الشاعر المعروف، إلياس صغيب أيضا، سليم علاء الدين وآخرون، وكلهم من المبدعين والذين يتمتعون بحيوية لافتة. إذا أردنا التكلم على أبرز المحطات الثقافية التي شهدتها الحركة الثقافية في لبنان، سأسرد أبرز المحطات، بعض هذه المحطات يعني. تكريم عمالقة الزجل في لبنان، السيد أحمد مصطفى، زيد شعيب، طليح حمدان، زغلول الدامور، أسعد سعيد وغيرهم. تكريم كبار شعراء الفصحى، محمد علي شمس الدين، إلياس لحود، حسن عبد الله، جولة فخر الدين، وتكريم كبار شعراء المحكية مثلا من لبنان طلال حيدر وعصام العبد الله، من مصر أحمد فؤاد نجم وعبد الرحمن الأبنودي. عقد مؤتمرات تربوية اقتصادية بيئية، إقامة مهرجان الشعر العربي الذي كان حدثا سنويا حيث يحضره آلاف من متذوقي الشعر، إقامة معارض للفن التشكيلي، سيمبوزيوم للنحت، إفساح المجال للطاقات الشابة في الشعر والرسم والنحت والموسيقى، السعي لخلق فرقة مسرحية أعضاؤها من الجنوب، مواكبة المحطات المضيئة الوطنية بأعمال إبداعية. أبرز الشخصيات الثقافية والفكرية التي استضافتها الحركة الثقافية من لبنان: غسان مطر، يوسف حرب، جرمانوس جرمانوس، إبراهيم شحرور. من مصر كما أسلفت عبد الرحمن الأبنودي وأحمد فؤاد نجم. من تونس المنصف المزغني. من سوريا عبد القادر الحصني. من فلسطين خالد أبو خالد وعز الدين المناصرة. إذا أردنا أن نقيم أداء الحركة الثقافية في لبنان وقدرتها التفاعلية مع الجمهور، أقول بثقة عالية إن أداء الحركة الثقافية في لبنان وصل
إلى مكان متقدم جدا، والكل يعلم أن جمهور الحركة الثقافية كان يفاجئ الجميع، إن لجهة العدد الكبير أو لجهة مستوى الحضور وتنوعه، إذ أن الحضور كان يضم مثقفين حقيقيين ومبدعين ومتذوقين من مختلف الأجيال، وهذا ما أضفى الحيوية على أنشطتها، وتجلى التفاعل بأبهى حالاته في معظم الفعاليات الثقافية التي تم إنجازها. تسألني عن هل استطاعت الحركة الثقافية أن تحجز لنفسها مكانة بين جملة الهيئات الثقافية العاملة على صعيد الجنوب ولبنان بشكل عام؟ أقول بكل صراحة، لأن الحركة الثقافية كانت تعي دورها وواجباتها، استطاعت أن تقدم أنشطة متنوعة تلامس أذواق الناس وقضاياهم وتحاكي هواجسهم، وهذا ما جعل عددا كبيرا ممن يحملون الهم الثقافي الوطني ينضوون في صفوفها، إما أعضاء فعليين أو أصدقاء أوفياء. ولأن أعضاء الهيئة الإدارية والهيئة العامة كانوا من جميع الطوائف والمذاهب ومن مختلف المناطق اللبنانية، ولأننا لم نكن نخضع لأي جهة سياسية، لكل هذه الأسباب تمكنت الحركة الثقافية بسرعة قياسية من أن تتبوأ مرتبة بين الهيئات الثقافية الأولى على مستوى لبنان، بل أكثر من ذلك، لقد صار لها حضورها العربي اللافت وحضور قوي في بلاد الاغتراب مثل أمريكا، أستراليا وأفريقيا، وباتت الحركة الثقافية في لبنان هي الأقوى لجهة حضورها والأكثر فعالية لجهة عدد الأنشطة وتنوعها. الآن، لأي مدى يمكن القول إن نشاط الحركة الثقافية في لبنان استطاع أن يضع معادلة مختلفة في الحياة العامة للناس؟ إذا قلنا إن نشاط الحركة الثقافية في لبنان استطاع أن يضع معادلة مختلفة في الحياة العامة للناس، نكون غير موضوعيين، لكن أستطيع القول بكل ثقة إن نشاط الحركة الثقافية استطاع أن يخلق جوا جديدا لدى عدد كبير من الناس، وتمكن بالتالي من تحقيق أحد أهم أهدافه، وهو نشر الوعي والإضاءة على الطاقات الشابة بمختلف ميولها ومجالاتها الإبداعية، وهذا بحد ذاته عامل مهم من عوامل التغيير نحو الأفضل. وحول ما حجم إقبال الناس على نشاط الحركة الثقافية في لبنان، أقول الإقبال على نشاط الحركة الثقافية في لبنان كثيف جدا، إذ إننا في كل نشاط نرى حشدا كبيرا من المثقفين والمتابعين، وهم من أجيال مختلفة، بدءا من التلميذ في المرحلة الثانوية، مرورا بالطالب في المرحلة الجامعية، وصولا إلى أساتذة الجامعات، وبين هؤلاء كتاب وشعراء وأدباء ونقاد ومفكرون، وبينهم أسماء معروفة لبنانيا وعربيا، حتى إن هناك عددا لا بأس به من متذوقي الأدب والفن على أنواعه كانوا يحضرون بشغف واندفاع كبيرين. والإقبال يتم في جميع مراكز الحركة الثقافية في بيروت وصور وبنت جبيل والزارية وصريفة. وتسألني لماذا لا يوجد تنسيق فعلي بين مختلف المنتديات الثقافية، خاصة أننا نشهد تكرار الأسماء ذاتها تشارك في هذا المنتدى أو ذاك؟ أقول لك بكل صراحة، نحن سعينا منذ اللحظة الأولى لانطلاقتنا إلى إيجاد تنسيق بين المنتديات. في البداية كان هناك تقبل للفكرة من عدد لا بأس به من المسؤولين في بعض المنتديات، لكن شيئا فشيئا اكتشفنا أن الأمر ليس بالسهولة المرتجات، إذ إن لكل منتدى خطته ورؤيته وخصوصيته، ونحن نقدر هذه الخصوصية، إلا أننا جاهزون في كل حين
للعمل على توفير التنسيق لأنه يصب في مصلحة العمل الثقافي والتنمية الثقافية وفي مصلحة المنتديات بالتأكيد. ونحن نحتفل بعيد المقاومة والتحرير. تسألني هل استطاعت الحركة الثقافية أن تواكب حركة التغيير الحاصلة نتيجة للانتصارات والتحرير؟ وهل استطاعت الحركة الثقافية أن تمارس العمل المقاوم بالقلم المبدع؟ أقول بكل ثقة وموضوعية، الحركة الثقافية لم تغب لحظة عن دورها المقاوم، سواء بالشعر على أنواعه أو بالفن التشكيلي أو بالعمل المسرحي. وكانت لنا عدة أنشطة سنويا وفي أكثر من منطقة، بل في جميع المناطق اللبنانية، كلها تمجد المقاومة وإنجازاتها وتشد على أيدي المقاومين وتقدس دماء الشهداء. أستطيع القول بأن عشرات الأنشطة سنويا كانت تنفذ لخلق مزيد من التأييد للمقاومة ولتعزيز روح النضال، والهدف الأسمى هو الحفاظ على أغلى ما في الوجود، الحرية. وفي ختام اللقاء تسألني ما من حيث أنتم نظرة إلى الوراء وأخرى إلى الأمام، ما المحصلة وما هي الطموحات؟ أقول لقد أنجزنا الكثير الكثير، وما زال أمامنا تحديات كبرى. الأهم أننا استطعنا الولوج إلى عمق المجتمع اللبناني مع إطلالات عربية واغترابية مشرفة. طموحنا أن نبقى نحمل هواجس الناس ونحقق بعض أحلامهم، وأن يكون لنا دور مؤثر في حماية هذا الوطن. وختاما لابد لي من أن بكل ضمير أن أشكر صديقي رئيس الحركة الثقافية في لبنان الأستاذ بلال شرارة، وأن أتمنى له الصحة والعودة إلى عمله الطبيعي في أسرع وقت ممكن، مع تقديري لجميع أعضاء الهيئة الإدارية الذين ناضلوا ثقافيا، وتقديري لأعضاء الهيئة العامة الذين يشكلون صمام الأمان لهذه الحركة الثقافية، والتحية إلى جمهورنا العريق والكبير والمنتشر على امتداد مساحة الوطن. ولابد لي من الشكر الجزيل لصديقنا صديق الحركة الثقافية في لبنان السفير الأديب الروائي الأستاذ علي عجمي على هذه المبادرة الطيبة، وهي الإضاءة على بعض المنتديات الثقافية في لبنان. شكرا مجددا، وأتمنى لك التوفيق أستاذ علي.